خلينا اروح في الانترو او مقدمه. عايز اتكلم عن كره اليد في البدايه، كره اليد واخبارها. عندي اخبار من الكواليس عرفتها طبعا قبل الهوا بخصوص البطوله العربيه. البطوله العربيه انا قريت انه مكتوب على بعض المواقع وبعض السيطات، يعني مكتوب ان النادي الاهلي اعتذر عن البطوله العربيه لكره اليد، وهذا غير صحيح. النادي الاهلي لم يعتذر. يعتذر يعني جالك دعوه وانت اعتذرت، جالك دعوه وانت اعتذرت، وده ما حصلش. اولا النادي الاهلي ما يقدرش يخاطب اتحاد قاري او اقليمي من نفسه، لازم بيخاطب من خلال اتحاد كره اليد في مصر. فالموضوع بيمشي ازاي في البطولات دي؟ بيجي دعوه على الاتحاد المصري لكره اليد، والاتحاد المصري لكره اليد بيشوف مين حسب الرولز اللي هو حطها في بدايه الموسم مين يقدر يشارك ومين لا، ويبعت الدعوات للانديه ويشوف هم هيشاركوا ولا لا. ده ما حصلش. مفيش انا ما اعرفش في دعوه جت على الاتحاد المصري ولا لا، او الاتحاد العربي دعا الاتحاد المصري لفرقه تشارك، انا ما اعرفش ده. ولكن اللي اعرفه واللي انا متاكد منه ان مفيش خطاب جه من الاتحاد المصري للاتحاد للنادي الاهلي بيقول له عايز تشارك ولا لا. ودي طبعا هو ده التسلسل اللي بيحصل. ما ينفعش النادي الاهلي يبعت يقول يا جماعه انا عايز اشارك من نفسه، لا، لازم بيجي او يخاطب الاتحاد العربي يقول انا عايز اشارك. لا، المخاطبات بتبقى من خلال الاتحاد المصري لكره اليد، وده ما حصلش. اذا النادي الاهلي لم يعتذر عن البطوله العربيه. اللي بيعتذر هو من يتلقى دعوه ثم بعد ذلك يعتذر، وده ما حصلش. حبيت اوضح الامر ده. طيب بخصوص الفرقه، الفرقه نفسها عندها اصابات، في اصابات كتيره. يمكن انا قلت عايز اعرف عن كرب زي ما بنتكلم عن فريق كره القدم ونعرف اصاباته ونعرف مين اللي بيلعب ومين ما بيلعبش، كان لازم كل فتره اتكلم واتواصل مع الجهاز الفني واتواصل مع الجهاز الاداري اعرف الاصابات اخبارها ايه. اولا احمد عادل مازال يعاني من الاصابه اللي تعرض ليها مع المنتخب، والكلام ده طبعا يعني من الجهاز، انه طبعا لعب ماتش السوبر الافريقي مع الزمالك ولعب ماتش الزمالك الثاني في الدوري وهو مش جاهز، وكان بيلعب بمسكنات، وده كان الحقيقه باين على جريته. احمد عادل قدامه 3 أسابيع عشان يرجع تاني، بيتعالج من اصابته اللي لحقت بيه مع المنتخب. طيب عندنا فيصل كمان مصاب، فيصل عنده قطع جزئي في الرباط الجانبي للركبه، قدامه 3 شهور، مر منهم جزء وفاضل جزء، وتعرض ليه الاصابه دي في بطوله افريقيا اللي فاتت. دي تاني اصابه. تالت اصابه كاستيلو، لسه بيعاني من اصابته، قدامه 3 أسابيع للعوده مره اخرى. دي تالت اصابه. رابع اصابه محسن رمضان، رجع وخلص فتره علاجه والاعداد والبدني ورجع لفرقته، ولكن بيشارك، هو مش جاهز 100% طبعا لان كانت اصابه عنيفه في الكوع وبياخد وقت حتى يستعيد عافيته. فالجهاز الفني بيديله 10-15 دقيقه في الهجوم فقط، ما بيديلوش في الدفاع حاجه عشان الاحتكاكات والالتحامات. محسن بيشارك ولكن مش جاهز، بيتجهز يعني، هو في مرحله التجهيز. عندنا لاشين كمان مصاب، العضله الاماميه خد كدمه جامده، لاشين محتاجه 10 ايام راحه. انما باقي الفرقه تمام، دي الاصابات، وباقي الفرقه تمام وبيشاركوا بشكل منتظم. طيب عندنا كمان اسامه الجزيري مش مصاب ولا حاجه، بس هيسافر كمان 10 ايام تونس للمشاركه مع المنتخب في الاسبوع الدولي. الاتحاد الدولي لكره اليد عمل اسبوع فرغه للعيبه ترجع منتخباتها عشان تستعد معاهم، ويبقى كل لاعب يشارك مع منتخب في ماتشات الوديه بتاعته. عندنا كمان في 12 لاعب من النادي الاهلي هيشاركوا مع المنتخب في المعسكر القادم، 12 لاعب. في خطاب وصل النهارده او امبارح تقريبا للنادي الاهلي باستدعاء 12 لاعب من قوام الفريق للتجميع او الاسبوع الدولي مع منتخب مصر، وده رقم كبير وبيدل ان الفرقه الحمد لله واحده واحده الشباب بيكتسبوا خبرات وبقوا مطلوبين حتى في المنتخب الكبير. دي اخبار كره اليد، مش هتلاقوها عند حد تاني، هتلاقوها عندنا. احنا جبنا كل الاخبار، والحقيقه ده هيبقى نهج عندنا في برنامج الابطال. كل فتره هنعرف تفاصيل الفرق بالتنسيق مع الجهاز طبعا عشان نوصل لحضراتكم اللي مش هتقروه ومش هتسمعوه في مكان تاني.